صباح الخير ناس الكل، مرحبا بكم. دونك قبل ما نبدا نحكي على القائمه، ثم دي بوان حاب نحكي فيهم. حاب قبل كل شيء نعرفوا قيمه المسابقه هذه، كاس الافريقيه. هي تعتبر ثاني اهم مسابقه بعد المشاركه في كاس العالم. دونك بالنسبه لي نحن كيف ما حكيت، سيكل انطلق 2022 2026. بدينا في الفاز دو كاليفيكاسيون تاع الكوب دي مونك، الحمد لله ستاج اللي فات في نوفمبر خذينا اهم حاجه 6 نقاط من 2 مقابلات هذوما. اليوم نحلوا باب تصفيات نهائيه او المشاركه النهائيه في الكاس الافريقيه هذه كوت ديفوار 2024. نعرف اللي التوانسه الكل معلقين امال كبيره على المنتخب، نفس الشيء هذا ما يعطينا الا برشا ثقه، برشا عزم، بوكو ديترميناسيون. حكيت برشا مع الملاعبيه، كنا في اتصال دائم. الناس الكل عندها ان اوبجيكتيف واحد، باش نفرحوا الشعب التونسي، نحبوا نقوموا بمشاركه افريقيه تليق بسمعه كره القدم التونسيه، وتليق بنا احنا كاطارات فنيه تونسيه وكلاعبين كمجموعه كامله. من اجل هذا يظهر لي استعداداتنا كانت، دخلنا في لي ديتاي دقيقه جدا، حاولنا باش نوفروا كل ظروف النجاح، ما خلينا حتى جزئيه ما خديناهاش بعين الاعتبار. وهوني نفتح قوس، حب بكل امانه نشكر كل اعضاء المكتب الجامعي، جامعه التونسيه لكره القدم، كل الاطارات الفنيه اللي تشتغل معايا، الاطارات الطبيه، على خاطر يمكن انتم تشوفوا كان لو جور دو ماتش، لكن قبل هذا ثم بريباراتيف كامل. دونك الناس كل، علي بومنيج الموجود هوني وسي محمد الغربي كانوا تنقلوا على عين المكان من فتره باش يامنونا، يشوفوا ظروف تاع الإقامة، ظروف الملعب، ظروف التمارين. البروغراماسيون تاعنا خذينا بعين الاعتبار كيف ما حكيت كل جزئيات كما كان يحكي لكم قيس. التربص تاعنا انطلق، هو فعليا عملنا تربص مفتوح ما بين 25 و 29، وهذا برمي النقطة الثانية باش نحكي فيها ليزونديكاب اللي عرضونا شوية ونيفو تاع، نعرفوا اللي عدة بطولات أوروبية اللي ينشطوا فيها اللاعبين تاعنا توقفوا على النشاط من فترة، من 10 12 15 حتى 20 ديسمبر. دونك بالنسبه لنا حاولنا نعملوا ان بروغرام على كارت بالنسبه للملاعبيه هذوما من لو 25 ولو 29. البارح ديجا عملنا حصه تدريبيه كانوا حاضرين فيها 3 لاعبين، منتصر الطالبي، محمد علي بن رمضان، اي اسامه الحدادي، ان شاء الله اليوم يلتحق بهم علي العابدي. من لو 29 من لو 30 حتى كش لو برومي باش تكون فتره تاع الاجازه اخر السنه للاعبين الكل، وان شاء الله لو 2 ندخلوا في الاستاج الرسمي. عندنا 2 مباريات ودية، من لو 6 ضد موريتانيا اي لو 10 كونتر كاب فير. لو 11 ناخذوا جورني اوف دو ديكراساج دو ريجينيراسيون، ان شاء الله لو 12 تكون الانطلاقه تاعنا، ان شاء الله نكونوا موافقين. هذا فيما يخص البرنامج نتاع التحضيرات تاعنا كل. حاجه اخرى نحب نحكي عليها كيف ما كان يحكي توا قيس، انضم للاطار الفني المدرب أنيس البوسعيدي باش يكون موجود معنا في المجموعة. حاب نوضح نقطة هوني، نعرفوا اللي بعد نهائيات كأس العالم كان معنا مبارك الزبطال في خطة نتاع المتابعة، وكان تقريب يخدم خطة مساعد مسؤول على مكلف بالمتابعة نتاع اللاعبين، وخاصة يوم المقابلة يعطينا عدة معطيات دي دوني انستانتاني من المدارج. بعد نهائيات كأس العالم مبارك الزبطال تكليف من الإدارة الفنية، وقع تكليفه بمنتخب 2009، إن شاء الله ربي يوفقه. هيك علاش المطلب بتاعنا كان من مدة باش يكون أنوتر رانفور في الستاف تاعنا. يظهر لي كان الاتفاق باش في الكان يكون معنا أمبر دو ستاف، ما نجموش نلقاو واحد في الكفاءة تاع أنيس البوسعيدي، هو ابن الإدارة الفنية، ابن المنتخب. 2019 كان متواجد في نهائيات كأس أفريقيا، نعرفوا الكارير تبارك الله وقت اللي يكون في الاطار الفني مدرب ولاعب سابق كيما علي بومنيجم، كيما سليم بن عاشور، كيما انيس البوسعيدي، وناكد اللي راهي علاقتنا ممتازه جدا. اليوم انيس ماهوش موجود على خاطر كيف ما كان يحكي عنده ظرف عائلي سابق، دونك نرحبوا به في المنتخب. اخر نقطه نحب نحكي عليها، من الصعوبات اللي لقيناها كيف ما حكيت هي لا ديترميناسيون تاع نقص التون جو، نشوفهم بعد
خاصة في الكومبارتيمون تاع وسط الملعب، لقينا مشكلة كبيرة في التعامل مع الوضعية هذه، لكن نحب هوني نشكر الملاعبية اللي كانوا أنوتر ديسبوزيسيون، كانوا محترفين بأتم معنى الكلمة، كانوا في تواصل كبير مع الإطار الفني تاعنا بور ريكتيفي الهانديكاب هذا على مستوى التجهيز تاعهم في الفترة هذه أديستانس. هذوما النقاط اللي حبيت نحكي عليهم. بعدين بشوية بشوية وحتى على مستوى المجموعة على مستوى الحظوظ تاع المنتخب نحكيوا عليهم وفيوريا مزور بعد في لي ديسكوسيون اللي باش يصيروا. من غير إطالة نتعدى للقائمة بريزونطاسيون تاع القائمة. القائمة 27 لاعب. ثلاثة حراس مرمى، معز حسن، أيمن دحمان، بشير بن سعيد. تسعة مدافعين، علي العابدي، منتصر طالبي، ياسين مرياح، أسامة حدادي، علي معلول، حمزة جلاسي، يان فاليري، وجدي كشريدة، علاء غرام. سبعة لاعبين في وسط الملعب وسط الميدان، حسام تقا، حمزة رفيعة، أنيس بن سليمان، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، إلياس صخيري، محمد حاج محمود. ثمانية كومبارتيمون أوفنسيف مهاجمين، يوسف مساكني، جويني، هيثم جويني، طه ياسين خنيسي، سيف الطيف، بسام سرارفي، نعيم سليتي، مرتضى بن وناس، إلياس عاشوري. شكرا، تفضلوا. كيف صار الشيء لما قلت لحظات